لما يكون الكلام صادر عن عاقل فأنا ذاك سيؤثر. هذا يعني أنك ليس عاقلا. ما قلتش أنا هذا الكلام، هذا أنت اللي قلتي، هذا استنتاج ديالك، أنا ما قلتش هذا الكلام. هذا يفهم هذا شغلك. هذه التصريحات يعني تأثر على التحالف الحكومي؟ نعم سيدي. هذه التصريحات ديال الاستمرارية ديال كمؤسسة ولا كشخص؟ يعني كمؤسسة. يعني لا 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 اسمح لي، لا لا اسمح لي، سابق سابق، واش كمؤسسة ولا كشخصي؟ كمؤسسة غير موجودة. شغلو قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.